28 سنة عمره هذا الحارس، وكرة في الأمام وفرصة كبيرة. شوف حسون الشيخ على طول، بدران الشقران يستقبل الكرة ويداها على يمين حارس المرمى، مرمى أوزبكستان مسجلة منتخبنا الوطني. يمكن ارتاء اليوم المدرب على تغيير عدم مشاركة رأفت وكذلك جمال أبو عابد، لأنه اللعب يحتاج اليوم إلى تسريع أكثر، وجمال أصيب في المباراة الماضية. هذا هو المنصرة. يا الله بطوك، شوف شوف في الزاوية البعيدة لمنتخبنا الوطني الهدف الثاني، لم يستطع معها حارس المرمى بيلاكوف من تحصيل هذه الكرة. دقائق على بداية الشوط الثاني والنتيجة كما هي في الشوط الأول، تقدم منتخبنا الوطني بهدفين مقابل لا شيء لأوزبكستان، وكرة خطرة في داخل منطقة الجزاء وبيحاول معها. لا لا حرام يا حكم والله. يعني لاعب بين لاعبين، شوف بالعرض البطيء، يعني كرة مشتركة على ولادمير، والهدف الهدف الأول لمصلحة أوزبكستان في الدقيقة 9 من أحداث الشوط. ديكتاكور ضرب الجزاء ببلاش، شفنا اللاعب رقم 8 ولاديمير يمكن بيحصلها، لا اذا خارج منطقه خارج الخط، ورمي التماس على طول تنفذ لمصلحه اوزبكستان وداخل منطقه الجزاء، بيحاول يمرر خطره يا اولاد، والهدف الثاني الهدف الثاني لمصلحه اوزبكستان نيكولاي شيرشوف. المبالغة في الدفاع من قبل منتخبنا الوطني، وقبل قليل أشرت إلى أن هذا الوصول الكثير وكذلك المناولات داخل منطقة